دون بشكل جيد. أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أعلن عن تنفيذ أكبر مشروع قومي عالمي لميكنة السلع الغذائية. الرؤية ببساطة شديدة جدا إن إحنا بنوظف فكر سلاسل الإمداد واللوجستيات علشان نقدر نوصل بالتجارة الداخلية كلها في مصر إلى نظام تجارة داخلية حديثة مختلفة عن التجارة الداخلية اللي موجودة. التجارة الداخلية اللي موجودة من سنوات طويلة في معظمها تجارة غير منظمة، في معظمها تجارة عشوائية، في معظمها يوجد فيها عدم كفاءة وهدر. الهدر ده بيدي تكلفة أعلى، بينعكس على سعر أعلى للمستهلك. هذه المنظومة هي في الآخر بتتمحور حول تقديم خدمات أفضل للمواطن، مش كده وبس، توفير معلومات مهمة جدا عن السلع الغذائية في السلع الغذائية الموجودة في المخازن. إزاي نحكم السيطرة مش بس على الأسعار، ولكن السيطرة على توفير الخدمات وتوفير السلع الأساسية للمواطن. وخلال مؤتمر صحفي أوضح المشاركون أن هذا المشروع القومي يتم بالتعاون مع القطاع الخاص من خلال الغرف التجارية، مشيرين إلى أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين. احنا النهاردة بنتكلم على مشروع متكامل. المشروع المتكامل هو عبارة عن وجود منافذ جمعيتي في جميع المناطق اللي بها فجوات للسلع الاستهلاكية بالأسعار المدعمة، وبالتالي احنا بنتأكد من وصول هذا الدعم لمستحقين. التزام وزارة الإنتاج الحربي استغلال كافة الإمكانيات اللي موجودة عندنا. احنا عندنا مصانع فيها إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وبشرية قوية جدا، عندنا مركز نظم معلومات اللي هو عمل أو بيعمل موضوع تنقية البطاقات، وبيعمل في مشروعات قومية مهمة جدا أخرى. خطوة جديدة في طريق تنمية مصر اقتصاديا، والتي تتزامن مع الثورة التشريعية والقانونية لتوفير مناخ جاذب للاستثمار في مصر. من مقر انعقاد المؤتمر، أمل صبري، النيل. قال وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي إن تنوع الاقتصاد القومي من مختلف القطاعات من زراعة وصناعة ونقل واتصالات وبناء وتشييد يساهم في رفع النمو المتوقع للعام المالي الجاري 2016-2015 إلى 4.4% مقارنة ب 4.2% في العام الماضي، رغم تراجع النمو السياحي وتباطؤ الاقتصاد العالمي. وأوضح العربي في تصريحات له أن المشروعات القومية التي من المتوقع أن تظهر نتائجها اعتبارا من العام القادم ستساهم في رفع معدل النمو ليصل إلى 5% خلال عام 2016-2017. وصلت مؤشرات البورصة المصرية أداءها المتباين لدى إغلاق تعاملات الثلاثاء وسط عمليات شراء من قبل المستثمرين الأفراد المصريين والعرب، قابلتها عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 400 مليار و400 مليون جنيه، بعد تعاملات إجمالية بلغت نحو 2 مليار و100 مليون جنيه. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 41%، بينما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنحو 29%. في أسواق النفط العالمية ارتفعت الأسعار اليوم متجهة صوب تحقيق رابع مكاسبها الشهرية على التوالي، وذلك مع رهان المستثمرين على ارتفاع الطلب على الوقود في الولايات المتحدة مع بدء موسم الرحلات الصيفية في أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم. وزاد الخام الأمريكي في العقود الآجلة بمقدار 54 سنتا ليصل إلى 49.87 دولارا للبرميل، كما صعد خام القياس العالمي مزيج برنت 14 سنتا ليسجل 49.90 دولارا للبرميل.
سجل إنفاق المستهلكين بالولايات المتحدة أكبر زيادة له في أكثر من 6 سنوات في إبريل، ووصل معدل التضخم ارتفاعه في علامات جديدة على تسارع النمو الاقتصادي. وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن إنفاق المستهلكين الذي يمثل أكثر من 1/3 النشاط الاقتصادي ارتفع 1% الشهر الماضي مع إقبال المستهلكين على شراء السيارات ومجموعة أخرى من السلع والخدمات. وتنضم بيانات إنفاق المستهلكين القوية إلى بيانات صادرات السلع والإنتاج الصناعي في إشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي يستعيد قوته بعد نمو ضعيف خلال الربع الأول من العام الجاري. إلى هنا تنتهي هذه الوقفة الاقتصادية، وعودة إلى ريهام وأمل لاستكمال نشرتنا الإخبارية. شكرا محمد. وهذه تذكرة بأهم عناوين الأخبار. الرئيس السيسي يبحث مع رئيس البنك الأوروبي للإعمار زيادة مساهمة البنك في المشروعات التي يمولها في مصر. رئيس الوزراء يستعرض مع رئيس مجموعة تيرا سولا السويسرية التعاون في مجال الكهرباء والطاقة الشمسية. داعش يشن هجوما مضادا على جنوب الفلوجة لوقف تقدم القوات العراقية وتقارير عن استخدام التنظيم للمدنيين كدروع بشرية. حذرت الولايات المتحدة رعاياها من مخاطر وقوع هجمات إرهابية محتملة في مختلف أنحاء أوروبا تستهدف المواقع السياحية والمراكز التجارية ووسائل المواصلات. وقد ذكر بيان للخارجية الأمريكية أن الملاعب والمناطق التي تتجمع فيها الجماهير والمناطق الترفيهية التي تذيع المباريات في فرنسا ومختلف الدول الأوروبية الأخرى تعتبر أهدافا محتملة للعناصر الإرهابية خلال استضافة فرنسا لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم في الفترة من 10 من يونيو حتى 10 من يوليو القادمين. أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية استعادة السيطرة على مدينة بنك جواد الساحلية على بعد 160 كيلومتر شرق سرت، والتي تعد معقل تنظيم داعش في ليبيا. قال رئيس القطاع الحدودي بإجدابيا العقيد بشير بوظفيرة أن القوات الليبية سيطرت على بن جواد وتقترب من تحرير النوفلية على بعد 127 كيلومتر شرق سرت، مشيرا إلى سقوط 5 شهداء و18 جريحا خلال هذه المعارك. دعا مبعوث الأمم المتحدة لليبيا مارتن كابلر جميع الفصائل المسلحة الليبية سواء كانت في معسكر الحكومة المعترف بها دوليا أو في حكومة شرق البلاد إلى ضرورة توحيد جهودها لإلحاق الهزيمة بتنظيم داعش الإرهابي. وفي ختام لقائه بوزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيغو في باريس، قال كوبلا إن المعركة ضد داعش يجب أن تكون معركة ليبية موحدة، مشددا على جميع الأطراف في الغرب والشرق توحيد الجهود وتشكيل بنية مشتركة وجيش مشترك وقيادة عامة. قالت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اختار المؤتمر الصحفي الذي جمعه بوزير دفاعه الجديد ليبرمان لإطلاق مواقف تضليلية جديدة من خلال دعوته إلى تعديل مبادرة السلام العربية وأنها تتضمن عناصر إيجابية. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن هذه التصريحات تشكل استكمالا لمساعي نتنياهو وحكومته الهدف إلى عرقلة الجهود الدولية والإقليمية لإطلاق عملية سلام جدية، وفي مقدمتها المبادرة الفرنسية، وتأتي ترجمة لمواقف الحكومة الإسرائيلية الرافضة لأي مظلة أو لجان دعم دولية ترعى عملية السلام والمفاوضات. أكد البرلمان العربي أن قضية فلسطين هي القضية المركزية بالنسبة للأمة العربية جمعاء، مشددا على أهمية الحفاظ على القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين. شدد البرلمان اليوم في ختام أعمال جلسته 5 والأخيرة لدور الانعقاد الأول على أن السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي، وأن شرط تحقيقه هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين استنادا إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وقرارات القمم العربية المتعاقبة.
قدم وفد الحكومة اليمنية في مشاورات الكويت رؤيته إلى المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وذلك بشأن مهام واختصاصات اللجنة العسكرية الأمنية والتي ستعطي مرحلة تسليم السلاح وانسحاب ميليشيات الحوثيين وصالح من المدن التي يسيطرون عليها. ناقشت الجلسة التي عقدها المبعوث الأممي مع الوفد الحكومي الإجراءات المتعلقة بتشكيل اللجنة العسكرية والأمنية والمهام الخاصة بها. قد يبدو مشهد المحادثات اليمنية الجارية في الكويت باعثا على التفاؤل، غير أن ذلك أبعد ما يكون عن الواقع. فنبرة التفاؤل إزاء نتائج تلك المحادثات آخذة في التراجع، خاصة من جانب الوفد الحكومي. المشاورات دخلت مرحلة بحث ملفات الأمنية والعسكرية، والجلسة التي عقدها المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد مع الوفد الحكومي ناقشت آليات سحب الأسلحة والانسحاب من المدن، وأظهرت المناقشات تقاربا إن لم يكن تطابقا بين رؤية الوفد الحكومي ورؤية الأمم المتحدة، غير أن تلك الرؤية يقابلها موقف سلبي من جانب وفد المتمردين الحوثيين الذي لم يقدم أي مقترح ملموس. وفد الحكومة اليمنية قدم رؤيته للمبعوث الأممي لليمن بشأن مهام واختصاصات اللجنة العسكرية والأمنية التي ستعطي مرحلة تسليم السلاح وانسحاب ميليشيات الحوثيين وصالح من المدن التي يسيطرون عليها. الوفد الحكومي تحدث عن تفاصيل دقيقة عن مهام اللجنة العسكرية والأمنية، فأكد أنها ستتولى ترتيب الأوضاع الأمنية والعسكرية في العاصمة صنعاء والمحافظات الأخرى بما فيها محافظة صعدة معقل الحوثيين. كانت المحادثات قد ناقشت اقتراح المناطق التي من المفترض أن تخضع لعمليات تسليم الأسلحة والانسحاب العسكري، غير أن التقدم في هذا المسار للمباحثات بدا بطيئا بحسب مصادر مقربة من المشاورات. ولد الشيخ يسعى جاهدا لتأجيل إعلان فشل المباحثات الذي أكدته سلبية الوفد الحوثي من اليوم الأول المحادثات وتعمدهم خرق الهدنة المعلنة في مختلف مناطق الصراع، بل واتهامهم للمبعوث الأممي بالتحيز للجانب الحكومي وما يطرحه من مقترحات. قتل 16 راكبا على الأقل في حافلة شمال أفغانستان، واحتجز آخرون كرهائن بعدما قامت حركة طالبان بإنزالهم من عدة حافلات. قال المتحدث باسم حاكم ولاية قندوز إن حركة طالبان قتلت 16 راكبا ولا تزال تحتجز 30 آخرين كرهائن. ذكرت منظمة العفو الدولية اليوم أن عدد الأفغان الذين فروا إلى مناطق أخرى في البلاد تضاعف ما بين عامين 2012 و 2015 ليصل إلى 1.17 مليون نازح بسبب أعمال العنف هناك. وقد عزت المنظمة هذه الأرقام إلى اتساع رقعة أعمال العنف على جميع الأراضي الأفغانية، مشيرة إلى استيلاء حركة طالبان على هذه الولاية الاستراتيجية في شمال أفغانستان. مع دخول الحرب في أفغانستان عامها 15، تتصاعد كل يوم أزمة النازحين والمشردين جراء القتال في هذا البلد بشكل كبير، خاصة مع تصاعد حدة الهجمات من جانب حركة طالبان. لقد جئنا من قندوز منذ عام بسبب الحرب الدائرة في بلدتنا، لقد فقدنا كل أقاربنا هناك. منظمة العفو الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان حول العالم دعت كل من الحكومة الأفغانية والمجتمع الدولي للتصدي لهذه الأزمة. المنظمة أوضحت في تقرير لها أن أكثر من 1.2 مليون أفغاني قد أجبروا على الفرار من منازلهم بسبب العنف خلال السنوات الثلاث الماضية. لدينا 1.2 مليون لهم علاقة بأزمة النزوح في أفغانستان. هذا العدد ليس قادم من باكستان أو إيران، لكنه من المحتمل أن يكونوا قد تركوا منازلهم ومجتمعاتهم بسبب الصراع الدائري هناك. التقرير الذي صدر في العاصمة الأفغانية كابل أشار أيضا إلى أن هؤلاء النازحين يعيشون في ظروف مروعة على حد وصف التقرير. كانت حركة طالبان قد كثفت من هجماتها في جميع أنحاء أفغانستان منذ رحيل معظم القوات الأجنبية في عام 2014. ونتحول مشاهدين لأهم أخبار الرياضة في هذه البانوراما الإخبارية. حنان عاطف معكم في هذه الجولة الرياضية. إليك حنان. شكرا.